السلام عليكم، معكم حسان وعدنا في لعبة جديدة، لعبة ون ميليتري كام. فكرة اللعبة انك تبني معسكر خاص فيك عشان ترجع الاراضي المحتلة. ان شاء الله تعجبكم. ليتس جو. طبعا هذا التيس تشوفون هذا اللي قدامنا، هذا اسمه دراغان، هذا هو اللي محتل الاراضي في المملكة، واللي هو فنبغى حنا نرجع الأراضي هذه. خلينا نقول بداية الجيم حسان اسم السيف اللي هو أيوة هذه البداية. الحين عارف هذا دراغان الورع وش مسوي. قلع بليسك دراغان. أيوة الرأس شاو التيس مستقبل على خلق الله، استولى على هالأراضي كله وحنا نبغى نرجعها كاملة. أيوة يا حبيبي. طيب طيب طيب، هذا معسكرنا القبيح. لا والله لا والله انه حلو، تصدقون والله انه مرتب. هلا والله سيرجنت هاوكنز، ايش تبي؟ يبغى يتوكل على اوكي. اكون معكم صريح، انا سوي لعبت التوتوريال شوي عشان افهم اللعبه بحيث ما اكون مره دريخه، فيوم شلت التوتوريال شال لي كل شيء كان مبني وجعوه. اوكي طيب مشكله. طيب اوكي، اول شيء يا اخوي خلاص يا سيرجن، سيرجن يا اخوي خلاص خلاص. تكال يلا تكال يلا. طيب طيب طيب، اول شيء كم معنا فلوس؟ معنا يضعون السلامه 150,000. زين زين، اللعبه فكرتها اول شيء طرق فيها مهمة، يعني لازم تسوي طرق زين. وثاني شيء لاحظته ان يفرق اماكن السكن او الغرف البيوت، لازم تبعدها عن اشياء المزعجة، يعني تبعدها عن اماكن تدريب وزي كذا. فحنا نبغى نسوي معسكرات خاصة بال في سطبوري، في احد جاء. اوكي جانا واحد موظف، خلينا نشوفه بعد شوي. الحين نبغى نسوينا منطقة سكنية، فبحطها بعيد مرة بحيث انه يعني ما يسوون ازعاج لخلق الله. زين زين، خلينا نقول هنا ان شاء الله اني ما اندم وتخلص فلوسي، لان اتوقع راح تكلفني شوارع. عطني شارع يطلعون السلامه، خلينا نمده من هنا لين هنا الظاهر. يب مدينا لين هنا، ويحتاج الحين كهرب. عطني كهرب يا ابوي، هذا حق الكهرب يغطي لي المنطقه كامله. خلنا نحطه في النص ولا نحطه جنبهم، لان اقدر اني امده انا بالاعمده، بس اتوقع لو احطه في النص حلو بعد. اوكي خلنا نحطه كذا في النص، واذا بغينا بعدين نمد مدينا. يا ما ادري، يلا يلا خلنا نحطه كذا في النص. زين طبعا يبغى له شارع حتى هو، انا بقول يعني الحين نهايه الشارع حقي راح تكون عند هذا كذا، بحيث اني اخلي مناطق السكن بعيده عن مناطق الاشياء الثانيه. والله الشارع رخيص، انا توقعته بيكون اغلى، فحلو والله شيء جميل. على العموم حطه كذا، خلينا نقفل نسوي لنا تصميم مبدئي يعني كذا. جميل جميل. الحين طلعوا السلامه، وش نبي نسوي؟ طبعا عندنا مهمه اللي هي انك سيف ذا كابج، كابج اللي هو الخضار هذا، توقع الملفوف الله اعلم. المهم عشان نسوي لازم نسوي اشياء مره كثيره قبلها، منها اول شيء لازم نبدا نحط لنا اول شيء اماكن مكان الطبخ. يا خلينا نحط مكان الطبخ مس هول، هذا مكان يطبخون فيه، خلينا نحطه بعيد هنا بحيث انه ما يسوون ازعاج وكذا. لو حطيته قريب من البيوت اتوقع انه يسوي ازعاج والله اعلم، فخلينا نحطه يا خلينا نقول هنا. طبعا هذه راح تكون منطقة التدريب هنا. زين شوفوا ما في كهرب، فايش بسوي؟ أبجيب تمديد الكهرب هذا، تعال يا حلو اشبك هنا، وخلينا نمدك لين اقصى المكان هنا. طبعا احلى شيء ان الظاهر شوف اقدر ابني في المناطق، فما مو مشكله اني جوا البيت ما اقدر، بس على الشارع اقدر مره كويس، فاقدر احط هنا، اقدر يعني اقدر اظبطها يعني. فممكن احط هنا بعدين للمستقبل، لو بغيت اني اوسع الجهه دي يكون هنا فيه برضو. بحط هنا على العموم، اتوقع هنا بيغطي المنطقه كويسه، ولا ادري خله بعدين لو مني بغيت سوينا. الحين المطبخ حقي يحتاج طباخ. يب وفي واحد تو جاء، انا شفته، انا موقف الوقت. تعال انت حلو، هذا وشو؟ هذا يقول لك سترينث مدري وشو. اوكي هذا ضار والله اعلم انه كويس كجندي مو كطباخ، فبوظفه كجندي. تعال خلينا نوظفك تعال، بس لسه ما عندي اماكن مشكله تدريب وكذا. والله نحتاج طباخ يا هو، نحتاج طباخ يا ولد. شوفوا ما عنده شيء في الطبخ، مو بشاطر في الطبخ ابدا. خلينا نحطك كعسكري حاليا. وهنا اختار للسكن. اوكي هم حاطين للسكن البراكس هذه المبنى، و
وش يسوي اكتيفيتي تدريبات؟ لسه ما حطينا مباني تدريبات، فيبغانا نسوينا مكان تدريبات. هذا وش هو؟ عندنا مناطق تدريبات، هذه تريننج، عندنا الانتليجنس الذكاء، السبيد السرعه، والسترينث. اتوقع احنا اهم شيء عندنا الحين السترينث والانتليجنس، اهم ثنتين عندنا. هذه خلينا نقول بسم الله نحطها في المنطقه دي، اتوقع يعني نحطها في المنطقه دي، ليش لا؟ يحتاج كهرب يا حبيبي، شكرا. وهذا الانتليجنس، انا مش حطيت تو، اصبروا، هذا سترينث، عطى الانتليجنس هنا قباله، وعطنا يطلع السلامه كهرب لو سمحت، يعني لو سمحت هذا الكهرب، ومديناه خلينا نحطه كذا، اتوقع كذا راح يغطي، كذا برضه راح يغطي عشان نغطي الجهه اليمين بعد معاه. ايه ايه حطه كذا، كذا حلو، دن دن. طيب نبغى موظف، الحين نحتاج موظف طباخ. هذا وش هو؟ هذه حرمه، ايش تقول؟ ما عنده اي فائده حرفيا، وتتعب بعد. سبيد عنده سريع، ما ادري. اوكي الطبخ شوفوا لونه ازرق، والسرعه لونها ازرق، اتوقع انه كويس طبخ يكون سريع، فخلنا نقول تعالي انت خليك الطباخه حقتنا. بس المشكله ما للحين ما عنده مكان تسكن فيه. انت يا حلو، هذا اللي وظفناه تو، خلنا نقول له روح لل وش كويس فيه. عنده انتليجنس 15 والسترينث 6، فبعطيه يزيد الانتليجنس حقه الذكاء. وخلنا نعطيه هدف، لازم نعطيهم اهداف بحيث انه يوصلون لل، يعني مثلا هنا اقول الهدف 40 توصل، يلا وصل 40 انتليجنس، الله يقويك، بقول الله يقويك. وعندنا هنا جانا واحد جديد يا عيال، جانا واحد جديد، ايوه هذا ايش عندها؟ سبيد امبروفز فاستر، السرعه عندها يعني تتطور بسرعه لو بغيناها ك في التدريبات السرعه او شيء. لكن لاحظت ان عندها الانتليجنس عالي 12، فبرضه حتى هي بحطها بوظفها كجنديه في الذكاء. اي صح نسينا، ايش هذا؟ ليش 40% بس؟ ضعيف هذا شكله، يبغى لها واحد ثاني يقويه. عندنا نحتاج بيت للموظفة اللي جبناها الطباخة، طبعا الطباخة ما تسكن هنا مع الجنود، زين؟ خلينا نجيب لها بيت خاص فيها، طبعا وكذا مدلعين غرف برايفت هاوس، مرة دلع الزبدة، وبحطها برضه في المنطقة دي عشان الإزعاج وما الإزعاج. فخلينا نقول هنا واحد، وهنا أنا أحتاج أدري إني بحتاج أكثر من واحد في المستقبل، فخلنا نحطهم مثلا كذا جنب بعض ونعطيهم. ليتني ما حطيتهم هنا، حطيتهم مثلا هنا احسن، صح؟ ما اقدر ارجع، ما اقدر ابيع. هنا اقدر اكسر، تعال والله اني اكسر بفلوس، وجعوه والله، معليش بكسرهم. ولا يعطيني، قاعد يعطيني هو الظاهر، اي والله يعطيني 600، رجع لي 600، حلو حلو حلو. طيب اجل الحين خلينا نقول تعالوا انتم هنا، وهذه البيوت سويناها. الحين مفروض اي واحد اوظفه، إيه انت ايش عندك؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ ليش طالع لي هالعلامة؟ يقول لسه ما اعطيناها هدف، فخلنا نعطيها هدف الكومبس، يلا اعطيناها هدف. طيب طيب، والطباخة حقتنا وينها؟ هذه يا عمري، شوف قاعد تطبخ يا عيال، ايوه يخرب بيتي، شو تسوي في السكينة؟ اسمعي انت ارقدي هناك في واحدة من البيوت هذول الصغيرة. الحين هي مكان السكن عندها ضابط، زين زين. نحتاج الحين وشو؟ نحتاج طبعا سلامة، أماكن صيانة وزي كذا. لكن حاليا خلينا نشوف هذا ايش عنده. يقول لك سلامة، ما أدري ايش تبي صراحة. سريع، أوكي. سترينث عنده أبو كلب، شكلي بوظفه في السترينث لأن صراحة عندنا نقص في السترينث، ولا أطرده بس. يعني هذا يقول سليب هيد، يعني راعي نوم، وان الستامين حقته يا الله تزود، فانقلع من موظفك، يلا توكل على الله، توكل 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 على الله. يلا بنينا الاشياء الاساسيه، بس نحتاج غرفه صيانه. تعرفون انتم مباني تتكسر وذا، فاعطونا غرفه صيانه لو سمحتوا. لوجيستكس هنا مينتينس بيلدينج، غرفه مبنى الصيانه، خلينا نحطها جنب المطبخ. اوكي ولازم نوظف احد طبعا، ويا يجي احد ان شاء الله الحين ويظبط لنا الوضع. هذول وشو؟ هذول وير هاوس، المستودعات. عندنا اكثر من نوع مستودع، عندنا مستودع للاكل بحيث يجيبون لنا اكل، طبعا حتى هذول الوير هاوس لازم نبعدهم عن اماكن السكن لانها مزعجه شوي. خلينا نقول تعالوا ونحطك انت يا ولد، ونحطك يا ولد، بحطه كذا، وعطني برضو هذا حق الفيول بنزين، لان بعدين نحتاج البنزين عشان نطلع مهمات وزي كذا، زين؟ اوكي، واقول لكم تعالوا طبعا السلامة. طبعا ما اقدر اطلب الظهر لان ما عندي موظف في المينتيننس، بس خلينا نطلب فود، اكل،
تعال عطني فل وعطني بنزين فل للمستقبل، يعني ما احنا خسرانين شيء، خلي البنزين موجود. شفتوا الهليكوبتر هذه يوم جد؟ هذه تسبب ازعاج للغرف السكن، فلازم نبعدهم. وفلناها الحمد لله. جانا موظف جديد او احد يقدم، اي والله جانا هذا الحلو. السلام عليكم، كيف حالك حبي؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ جود كوك، يعني كوك هذا طبخ فنان. هذا تعال وظفه عندنا في المطبخ. بس وش بقول له؟ بقول انت خليك في الفتره المسائيه اشتغل بدل الصباحيه، عندنا الحين واحده صباحيه وواحد مسائيه. وتعال يا ابوي، وتعال يا ابوي الله حيه. انت وش تكفين قولي صيانه سليب هيد؟ اوكي تنام كثير، لكن شوفوا 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 عندها 15 سترينث، يعني اقدر احطها في الصيانه. اتوقع يعني صراحه انك كويس اوظفها في الصيانه الصدق. يي تعالي 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 الصيانه، تعالي حلو حلو، وظفناها في الصيانه وعندها بيت. طيب الحين البيوت امتلت، اتوقع احتاج اسوي زياده للمستقبل، ممكن اوظف ناس زياده. احتاج اوظف احد الحين؟ اتوقع ما احتاج احد، بس خلينا نبني احتياط. زين تعال بني ثلاثه زياده للمستقبل، وخلنا نعطيهم شارع كذا، بسوي لهم شارع صغير يكون بحيث انه حي سكني صغير كذا للموظفين الصيانة وكذا. والله بيت ترى حلو، شوفوا شوفوا ايش فيه. فيه دش منعزل عن دورة مياه، وفيه مطبخ وسرير وطاولة طعام ودلع، ولا احلى. حتى ما ادري ليش مفصول الحمام الله يعزكم، ما ادري مفصولين عن بعض ليش، خلوا الحمام واحد وقضينا بس اوكي. وجنبه الماطور هذا اتوقع يسوي ازعاج صح؟ لا لا ما يسوي ازعاج، اشوى 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 ما يسوي ازعاج، والله توني افكر فيها. طيب الحين هذه حقت المينتينس الذيبة بتجي هنا تنقل البنزين لأماكن تحتاج بنزين، تنقل أكل أماكن تحتاج أكل، فيبغالنا يمكن أكثر من واحد. وهذا إيش سوى؟ هذا ظهر جاب الهدف حقه 46، حلو حلو، جاب 46 انتليجنس. كمل كمل شد حيلك، نبي توصل أكثر. هذه 35 لسه ما وصلت، مو مشكلة مو مشكلة. أوكي جاتنا واحدة متقدمة جديدة تقول عند عنده شيء حلو شكلها. نايت اول يعني في الليل ما شاء الله، يعني يلا تنقص استمنة في الليل، تحب تسهر الزبدة. والله شغلة جبارة هذه، هذه جبارة دي. سترينث عندها كويس وانتليجنس كويس، بس انا بحطها في السترينث، ابغاها في السترينث انا. يب يب هاير، وتعالي بسرعة يا طويلة السلامة قبل ما تروحين تدربين، نعطيك الهدف حقك. جيبي هذا 40 ارتيلري، ارتيلري الظاهر شيء في الرشاشات وزي كذا تكون هجوميه اكثر يعني. ها حبي هذا تو جاي. اوكي ريسيرشر، هذا حق بحاث وما ابحاث. والله طيب ذا، ما عندنا مبنى ابحاث تصدقون. ها والله نابغه، والله هذا نابغه، هذا يبغى لنا مركز ابحاث. تعال كم معي فلوس انا؟ 120,000، والله معي فلوس واجد. ها مركز ابحاث، هذا ما قد سويته في التوتوريال، ما سويتها، خلينا نسويه الحين. ودي ابعد شوي عن اماكن التدريب، خلينا نحطه هنا. وتعال انت يا حلو، خلينا نخليك ريسيرشر، يلا ولا تزعل. وين تسكن؟ يسكن في الباراكس، اوكي. لا، ويت، ريسيرشر يسكن في البرايفت هاوس. اوكي، واقدر ادربه. شوفوا، هل لو ادربه في الانتليجنس، بعدين حطيته في الريسيرش لاب راح يكون احسن؟ يعني اوديك اول شيء انتليجنس خليه يتدرب هناك اول. والله يوم مشينا خلينا نجرب. ها رحت تدرب يا طويل السلامه، اقدر اغير وظيفتك بعدين صح؟ اي اقدر اغير وظيفتك بعدين. وخليك يا طويل السلامه جيب لنا الجول، ما اقدر اعطيه جول، ما اقدر اعطيه اهداف. اوكي اوكي، هو ضمن الفكره اللعبه انك تدربه هناك بعدين ترجع عادي مو مشكله. اوكي حلو حلو حلو، خليه يتدرب اجل، يروح يتدرب بعدين ان شاء الله احوله على شو بقدر. ما اقدر احطه الا في هذه الاشياء الثلاثه، ما اقدر احطه في المطبخ، ما اقدر احطه في الصيانه، معناتها مقصوده. اوكي حلو والله صح. جانا واحد جديد، اوكي وانتو شو سترينث تزيد 25% اسرع، يعني هذا الرجال وده يصارع وده يبقس، فابشر بي ابشر بي. روح سترينث عسكري في سترينث وعطوه جول ارتري، يلا ما ادري وش ذي الكلمه. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يعني ايش رايكم ادرب حقه الصيانه؟ اقول اروح تدربي في السترينث عشان تصير قويه شوي. روحي 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 يلا قومي يلا، قاعده راقدت لي يلا راقدتي في وقت الشغل اسطرك. وقت الشغل شوف، وقت النوم شوف الجدول حقها. طيب هذه مبنى حقها زين، لازم نوظف فيها نرجعها بعدين لو للمكان حقها. جانا جتنا واحده الحين حلو. اوكي هذه تجيها اصابات واجد البنت، يقول 15% انه في المهمات تجيها اصابه. لا انا ناقصك انا، انا ناقصك انا، شكلي بقلعها، ايش رايكم؟
يا بقول ريجكت ما ابغاك. طيب طيب الحين نوصل للاشياء الحماس شوي. الحين طبعا السلامة صار عندنا اثنين وصلوا انتليجنس عالي، واحد الظاهر وصل لسترينث عالي. مين مو هذا؟ ولا واحد منهم وصل سترينث عالي الله يقلعهم لسه، بس ان شاء الله لما يوصلون برجع لهم. الحين خلينا نشوف حقين الانتليجنس الاذكياء، لازم نخليهم متخصصين في مجال معين. زين خلينا نقول بيلدينج سبيشلايزيشن، اتوقع هذه يكون ايش، يكون متخصص في التواصل وزي كذا. مره شيء كويس الزبده، مره شيء كويس. فبنحط هذا، وين نحطك؟ خلني بحطه هنا، هذا حق المواصلات حق الكوميونيكيشن. زين اصبروا بجرب شيء، بتفلسف. زين احب اتفلسف انا. تعال اعطني حق اول شيء هذا حق الارتلري، واعطني الحين حق الكوميونيكيشن هنا. نحط بينهم الشارع عشان ايش؟ يعني مكان نستغل المنطقه هذه. شوفوا والله نستغلها. هنا حقات هذول سترينث يجون يدربون، هنا يصيرون متخصصين في الرشاشات، وهنا حق الاذكياء يصيرون متخصصين في الكوميونيكيشن وما الكوميونيكيشن. فتعالوا وانتم العباقره نختار واحد منهم. مين هذا ولا هذه؟ اتوقع هذا احسن، وصل 66. بقول سبيشلايز في الكومز. يلا صار عندنا واحد الحين متخصص في التواصل وكذا. والله طيب، والله طيب. انت وشو؟ اوكي هذا جاينا يدربي راسه، والله كويس. هذا ما عنده يعني عيوب، ما عنده شيء مره ميح. فخلينا نقول لك تعال سترينج، تعال انتليجنس، يلا ليش لا؟ والله عندي كثير انتليجنس الحين، يبي لي انوع. ايش رايكم؟ شوفوا عنده سبيد، هل سبيد بعدين بحتاجه في شيء؟ هل في شيء يحتاج سبيد؟ ما في تخصص الظاهر يحتاج سبيد، ولا ما انا متاكد. بس خلينا ندربه في السرعه على العموم، نجيب مبنى تدريب السرعة، ليه لا؟ ولا بحطه هنا وبقول وشو باور اوفرلود. اوكي الطاقة تو ماتش طاقة، تعال جيب لي كهرب زيادة. وشيك لا تقعد تهاوش. ها امسك، ينفع كذا ولا؟ والله سكت، هشوة، شبكتم في بعض. حلو شبكتم في بعض. طيب والله صح، اي صح. تعال انت يا جديد، خلينا نقول لك روح تدرب في السرعة، يمكن احتاجك يوم من الايام، حاليا ما ادري صراحه شو اسوي فيك. وانت عال اكرسي عنده مره عالي الدقه، في مبنى تدريب دقه، اي والله فيه، خلينا ندربه. انا ليش سويت هذا الطريق؟ عشان احط هذا هنا مثلا. كيف راح يكون؟ راح يكون على الطريق؟ لا والله راح ياكل الطريق. تعال نحطك هنا. اوكي وعطنا شارع. يا عيني صار عندنا الحين مبنيين جدد تدريب، واحد حق السرعة، واحد حق التصويب وما التصويب اكوراسي. شوف اي والله اكوراسي على طول حطوه بعد. كيف البيوت صح؟ ليكون انا وظفت ناس زيادة. هذه وش هي؟ هذه بعد سبيد سرعة. والله ما ادري ايش اسوي فيك الصدق، بس ما احتاجك يعني. بقول ريجكت حاليا، ما احتاجها خلاص. وقف استقبال، ما نبي احد. كيف البيت؟ 6 من 7. اوكي ما امتلى لسه، لكن ودي ابني واحد احتياط، خاف انسى يوم ويجيني زحمه وانسى. فخلنا نحط واحد ثاني احتياط هنا جنبه. حلو. طيب يا طويل السلامه، وش صار على اللي يتدربون هنا؟ عندي هذول ما شاء الله ولا واحد منهم حقق التارجت، الله يقلعكم. هذه اصلا ما اعطيته تارجت، هذه حقت المينتيننس صح؟ اي والله مينتيننس، هذه مكتوب فوق. خلني اوقفها واقول له يلا كملي مينتيننس، ارجعي شغلك في تدريب، لاني اتوقع في مباني تحتاج صيانه وزي كذا. يبغانا واحد ثاني مينتننس بعد. هذا وش عنده؟ هذا والله سترينج عنده كويس. والله ايش رايكم اوظفه في صيانه برضو؟ اوه في ديفنس، اقدر اوظفهم في الدفاعات. يقلع ابو الغباء، انا وظفته كجندي في الاكوراسي، المفروض وظفته كدفاع في الاكوراسي اللي قبل شوي. وبعض ما اوظفهم كطبيب مثلا في اوكي توني ادري. اوكي هو واحد او اثنين بس اللي وظفناهم غلط، مو مشكله اقدر افصلهم. الحين هذا خلينا نوظفه ك والله ينفع طبيب، تصدقون اصفر او ريسيرشر بعد ينفع، بس خلينا نجيبه كطبيب وقول روح للانتليجنس تدرب.
يلا يروح البرايفت هاوس ليتس جو. اوه صار عندنا طبيب يقلع بالقوة طيب. طب اقدر اغير وظيفة احد مثلا واحد جايب انا كبرايفت اوكي هذا الانترجنس مرة كثيرين تعال مين مثلا خلينا نقول هذا ما اقدر اغير وظيفته اي والله ما اقدر كده يبقى كعسكري خلاص يقعد كعسكري اوكي هذا خلينا نعطيه هدف انك تجيب طعن السلامة شوف ما اقدر ما مو مفتوح الاهداف لسه بدري اوكي بس على العموم خليه يتدرب اجل بدون هدف اوكي جانا واحد جديد هذا طعن السلامة والله عنده اشياء مرة كثير ورا وجهه كذا استغفر الله شو وجهه كذا هذا ايش في هذا هذا ايش في هذا اوكي بقول انت تعال ديفنس وروح للاكوراسي ها الحين جبنا واحد في الديفنس صار عندنا واحد هنا في الريسيرش واحد في الميديك واثنين طباخين واحد مينتننس وخمسة جنود تعال انت يا حلو هاير شوفوا اقدر اخليه يسكن في الباراكس ولا اي اقدر اخليه يسكن في الباراكس روح اسكن في الباراكس انت ديفنس في الاخير الدفاعي يعني وتعتبر جندي ليش تاخذك برايفت غرفه كذا برايفت لا روح مع العساكر استرجع اوكي لبسه مع الام ادخل والله ما ادري شكلي سكنت مكان غلط شكلي على العموم ان شاء الله انك تبدع والله وجهك كنا سنجاب بس مو مشكله يعني هذه حققت الهدف اقدر اخليها تصير مختصه بس خلها تكمل اوكي هذه جت بس حس اني ما احتاجها الصدق خلها تقعد بكيفها واحتاج واحد في المينتيننس تعالي انت يا طول السلامه روحي مينتيننس وبس روحي تدربي اول لان السترينث عندك شوي ضعيف خليك في الصباح ها وبتروحين تنامين الحين راح تدربي بس راح تدربي يلا خليتها مسائية عشان تروح تتدرب وانت بعد خليك مسائية عشان تروح تدربين معها زيادة اتوقع انك يعني ما شاء الله متنشطة روح تدربوا كلكم يلا يلا خلنا نقوي سترينكت عندهم بعدين ان شاء الله هذا شو يقام ينور احمر خلاص راح يتدربون شوي يجون وجعوه طيب حقين سترينكت مرة طولوا اوكي هذول المينتنس قاعدين يتدربون لا انا اتكلم عن حقين سترينكت الجنود البرايفت هذه 39 قربت هذه مينتيننس برضو والله يا هل ما عندنا الاثنين جنديين فقط في السترينث والله حس قليل عندنا عدد الجنود صح تعال انت وشو 11 سترينث 17 سترينث هذا اوه والاكروسي يزيد بسرعه يعني ينفع كدفاع صح ينفع دفاع مره ينفع بس احس يا اخي كذا بيصير عندي تكاليف مره كثير يا عيال اسمع تعال سترينث ابيك سترينث انا حاليا والله ما ادري هل اوظفك كدفاع ما يهم اوكي عندك 500 سرعه ما يهمني والله ما ادري والله اني ما ادري تعال بس كجندي وروح تدرب سترينث الله يعينك يلا خلاص انت انقلعي روح بيتكم اوه عندنا الايمو ستوك قليل مره 22 ما بنينا احنا حق الرصاص بانين اثنين وير هاوس حق البنزين وحق الاكل ولا قاعدين ينقصون لا اله الا الله اوكي تعال اجل خلنا نبني وير هاوس حق رصاص وحق الميديك ليتس جو للمستقبل يا عيال للمستقبل وخلنا نطلب رصاص 1000 اوكي رخيص والله طبعا بعدين يفتحون لنا شركات زياده الحين ما في الا شركه واحده في كل شيء وهذه حقت الادوات الطبيه ان شاء الله ما فيها تاريخ انتهاء تعال جيبوه طبعا الحين طبيبنا قاعد يتدرب هنا ريسيرشر وميديك قاعدين يدربون كلهم هذا صار 57 وهذا 45 لسه حاليا ما احتاج اني اشغلهم لان ما عندنا اصابات ولا عندنا شيء فخلهم يتدربون قاعد يدربون هنا في الانتليجنس خليه يزيد وليه لا اوكي هذه برجعها تروح تشتغل يمكن في شيء تحتاج صيانه يلا والثاني هذه خليها تتدرب مره ضعيفه والله زادت 33 صارت والله صح عليها هذه قاعد تدرب بسرعه مره نايس والله شدي حيلك يلا عقبال الجنود نحتاج احنا الحين جنديين نخصصهم نسوي لهم اختصاص في الارتلري هنا والله قاعد اكرشهم اللي هنا هذا سبيد يزيد بسرعه ايه عندي طباخين اوريدي اصلا محتاج ما اتوقع احتاج يعني اوه هذا كل شيء عنده يزيد بسرعه يا حبيبي بس انه مشكلته استامين عنده زفت اكسبيرينس از سيكيورتي اوفيسر اه شوفوا يا عيال التخصصات تحتاج كل الالوان اها يعني بيلي وظف جندي مثلا زي هذا في السبيد في تخصصات تحتاج السرعه فتعال انت اجل وتخليك في السرعه روح دامك تتعلم السرعه يلا روح تعلم السرعه وخليك كجندي هو الوحيد اللي وظفناه يلا ونعطيك هدف انك مشكله ما اقدر اعطي اهداف في هذا لسه مقفله لازم تسوي ريسيرش بعدين نفتح الريسيرش مو الحين هدفي انا ابغى اطلع الناس للمهمه القادمه عندي المهمه لازم نسويها
ونحتاج سبيشالست اثنين. ها لسه ما قاعدين يدربون مره بطيئين. هذا وصل 35 ان شاء الله انه قريب لل 40. 36 قريب لل 40. والله حقت المينتيننس جابت 47 عدت العساكر والله يفشيله. اي صح صح صح. الطباخين هل انا حاط احد منهم يتدرب في السرعه؟ برايفت ما حطيت ولا واحد من الطباخين يشتغل هنا ليه؟ ورا ما تروح تتدرب راح تدرب في السرعه صح؟ راح تدرب في السرعه. اوكي خليه قلت له يروح يدرب في السرعه يعني يستفيد ويفيد. يعني هو طباخ يعني السرعة شيء أساسي عندك مفروض ما عندك كل شيء كويس إلا السرعة يعني هذه مصيبة. والطاقة عنده مرة زفت بعد. امتلت البيوت هذه. يبغانا نحط بيوت زيادة. تعطني برايفت هاوس واحد هنا. والله حلو المنطقة دي السكنية اللي مسويها هنا رايقة يا عيني يا عيني. هو ميتين جوع العالم. تعال انتي اشتغلي. والله هذه ما عنده طاقة بس اشتغلي مساء وسوي لهم اكل. يلا والله خليتها هي تشتغل لهم، خليتها هي تطبخ والثاني يتدرب. شوف الطباخ لابس لبس الطبخ قاعد يتدرب. طب غير ملابسك طيب يا الدودة، غير ملابسك. قال لابس لي لبس الطبخ ايش في؟ والله شغالين والله. ها عساكر اهم منكم خلص. هذه حقت المينتنس ما شاء الله وصلت 63 فبقول لها خلاص انت الحين روحي ارجعي للمينتنس تدربي. يلا تقصدي اشتغلي شغلك الطبيعي. هذا وصل 57. اوه ليش ما اقدر اوظفه؟ تعال سبيشلايز. ايوه اقدر الحين. يلا يا حبيبي صار عندنا الحين واحد متخصص. حلو عقبال الباقيين. يعني ما اقدر اغير جد ولا اقول هنا شغل بدل نوم. ودي اقدر ما اقدر ما ادري شلون. بقول له ايوه روح سو مهمتك الاساسيه. اقدر اغصبه اقول روح اشتغل على هينك وانت بعد يا الدوده. يلا باقي لك واحد بس وتوصلين سبيشالست. يلا والله وصلوا يا عيال وصلوا. بخلي البنت هذه متخصصه، الثاني بسحب عليه هذا خليه يقوى زياده. زين يلا صار الحين عندنا اثنين متخصصين بس خليهم يتدربون زود. وهنا الظاهر عندنا واحد برضو متخصص. اطبخي لهم والله جبت العيد يا عيال في التوقيت. جبت العيد في توقيتهم. انا مفروض موظف اثنين. اي صح اللي هنا حق السرعه يتيس. راح ارقد ولا سوي اللي تبي. لا تسوي شيء خلاص كنسل. سوي اللي تبي زبده ان نبيك بعدين تشتغل في المساء. اوكي هذه مسكينه كرفتها ماسكه صباح ومسكت مساء وحين مسكت صباح مره ثانيه مو مشكله. تتحمل شوي. هاي نطلعهم للمهمه ولا لسه؟ اصبر ليش انا المينتيننس هذا ايش فيها؟ هذه نايمه الحين كلهم يشتغلون متى؟ كلهم مسائي انا حاطهم. اها كلهم حاطهم مسائي. حبيبي اشتغلي بس انت صباح واحد صباح واحد مساء الله يهينكم. ما يقعد فاضي المبنى. اي شغلوه على طول. شوفوا الرصاص خلصوه على طول. وجعوه توني شاري خلص. اوكي ادري اتوقع انهم يوزعون عشان كذا يخلص في الستوريج. الزبده عشان نطلع من مهمه نحتاج نبني هليكوبتر. يب مبنى هليكوبتر يا عيال. خلينا نحطه هنا. خلني بحطه هنا جنب الامدادات. اوكي عطنا شارع في كهرب ولا في كهرب ان شاء الله. بس عطنا شارع له يا حبيبي. ما في كهرب والله. وصلنا الكهرب هنا. يلا يب 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 الحين نقدر نطلعهم مهمة الزبدة. خليني اوريكم بعد شوي كيف وضع المهام او وش وضع المهام. والله في كثيرين مقدمين. ما نفضيلهم الحين. بسم الله مستعدين يا عيال. اول مهمة لنا ننقذ الكابج اللي هو الملفوف. ليتس جو. شوفوا هذه المنطقة كلها اللي بالاحمر استولى عليها التيز. شو اسمه هو هذا التيس ما ادري شو اسمه جنار ما ادري شو اسمه الزبده. فاحنا نبغى نستولي عليها واحده. زين وهنا ظهر في قائد اربع قادات بعدين هو الاخير او ثلاث قادات بعد. زين هنا في بونس عشان خوينا الظاهر والله ما ادري الظاهر هذا خوينا صح السيرجن. الظاهر معطينا بونس. طيب وش يبغى؟ يقول عطنا اثنين ارتيلري يب
عندنا اثنين وعطنا واحد كوميونيكيشن في المواصلات، يعني واحد يقعد يوجههم واثنين يهجمون وستارت ميشن. شوفوا الرانك عندي 92 مرة عالي، وهم الرانك اللي ضدنا 60، فان شاء الله جالدينهم جالدينهم. والمكافأة 9330. والله ليتس جو، والله ليتس جو. رسلنا هليكوبتر، اوكي يبغى له وقت، خلينا نرجع حين للبيس وخليهم هم يسوون اللي يسوون. هذا الميشن ان بروجرس، شوف قاعد يزود. ابد خذ راحتك مره. هذه والله هذه كويسه، هذه يزيد الطبخ عندها سريع سريع. بس عندي الحين طباخين، اتوقع مكتفي ولا اجيبه بعد هي معهم زياده، يمكن يتوسع في المستقبل. هل اثنين يغطون المركز كامل؟ اتوقع يغطون، ما احتاجها. ديفنس نولج، اوكي هذه مره كويسه في ديفنس، والله مزغططه بعد ما شاء الله. المهم عندنا واحد احنا بس، فخلينا نجيبها حتى هي معاه. يب روحوا زي ما قلت لكم، روحوا عند البراكس، اسكنوا هناك، اسكنهم في البرايفت. ليتس جو، روح تدربوا يلا. انت وشو؟ لا اي شيء احمر يلا انقلع من فضيكم. استامينا ما ادري وشو. لا اوه يا عيال، هذا بير، هذا طباخ مثالي. يقول لك السرعه عنده 25% تزود بسرعه، يكسب سرعه، و5% تعلم الطبخ. يعني مثالي، لان اصلا طباخ يحتاج سرعه ويحتاج الطبخ، فهذا طباخ مره بيرفكت. يعني صدق ما ادري يعني ودي فيك صراحه، والله ودي اجيبك. تعال تدري، تعال وروح تعلم تريننج، بعدين لما يوصل 100% بخليه هو الطباخ. روح ان شاء الله اني ما انساك. بس هذه ما ادري شو بارتي انيمال تحب تحتفل، انقلعي. وانت برضو جود كوك، انقلعي ما قصرتوا. يلا 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 يلا، صيح بعيد صيح بعيد يلا. انا اشوف احتفاليه اننا طلعنا للمهمه الاولى حقتنا، ان نكافئ الموظفين عندنا. وشو؟ بقاعه احتفالات يا عيال. وي والله خلينا نسوي لهم قاعه احتفالات، بس ما ادري وين احطها. احطها مكان ينزعجون السكان، هنا يمكن يسبب ازعاج للغرف اللي هنا، فبحطها في الجهه ذي، هو مزعج شكله مره. خلينا نحطها هنا في الطريق ذا، نكمله. بسم الله، تعالوا يبي يحتفل. الله يحييه الله يحييه. شوفوا شوفوا من جوا كيف شكله، شوفوا اللاونج يخرب ليسه قوي يا عيال، والله يا فخم. عندهم العاب، عندهم كل شيء، باقي لهم تلفزيون بس حرفيا. يو بعد بينج بونج وغرفه اكل وما ادري يا عقل ابو الدلع. والله يا جباره، والله يا جباره. ايوه المهمه خلصت، المهمه خلصت، نجحوا يا ابوي. هلا بوي. طبعا كويك ريسبونس بونس، هذا لما يكون انه بسرعه نداء عاجل، بس ما رحنا الظاهر بسرعه، ما ادري ايش طريقته، ما قد جربناه. على العموم جبنا الحمد لله، رجعوا سالمين يلا لك الحمد. في اصابات، الامور زينه، لكن يب المنطقه الجايه الوضع شوي شين. ليه؟ خلاص انقل عندك تشكانه، انقل. هذا اللي انقذناه تو. اوه وشو؟ اقدر اطلب من عندهم ريسورس، اقدر اطلب من هنا يعني. نايس وش ذا؟ هنا اقدر اخذ قرض. هلا ابوي. وهنا اقدر اوكي افتحوا لنا محلات زياده الظاهر، والله اعلم ما ادري. زبده خلينا نشوف، افتحوا لنا محل. لا ما افتحوا لنا ولا شيء زياده للاسف. اوكي على العموم المنطقه القادمه اللي نبغى نهجم فيها ما اقدر اغير انا صح؟ لا ما اقدر. طيب المنطقه القادمه شوف البونس بينقص الازرق الظاهر، لازم اسوي بسرعه، بس ما اقدر اسوي بسرعه. ليش؟ لانه يحتاج 2 سبيشالست مو عندي اساسا، اللي هو هذا المسدس ما ادري حق الديفنس الظاهر انفنتري. يا عيال ما وظفت انا اي واحد في البنفسجي صح يتدرب كجندي، وظفتهم كديفنس مو برايفت او جندي. المهم واحد في هنا ازرق، هذول نحتاج نسوي لهم ريسيرش، لازم نسوي مكان ريسيرش يتدربون والامور زينه. اكوراسي الا والله حاط واحد جندي كويس كويس كويس، حاط جندي يتدرب وسط 73، هذا على طول اقدر اخليه سبيشالست، واقدر اجيب واحد ثاني بعد يتدرب معه. تروب اكوراسي، روح تدرب معاه في الاكوراسي للمستقبل، يمكن احتاج 2 بدل واحد. زين ونحتاج وشو برضو؟ هنحتاج 2 اصلا، اصبر واخر. الو نحتاج 2 والله 2 في البنفسجي في الاكوراسي، واحد في السبيد اكسبلوزيف انجينير. عندي جنود هنا برايفت، عندي 1 2 2 هنا قاعدين يدربون، اتوقع كافيين. يب اتوقع كافيين جنديين، اخليهم كاخصائيين على طول. بس حاليا نحتاج هذا الجديد اللي وظفناه تو، انه بسرعه يوصل الليفل اللي ابغاه زين حق الانفنتري.
بس على العموم قبل هذا كله نحتاج نسوي الريسيرش، غرفة الريسيرش، وعندي واحد أنا أصلاً عبقري قاعد يتدرب اللي هو هذا ريسيرشر، وصل 86 في الذكاء، معناته بإذن الله لما أبني مبنى الريسيرش راح يكون كويس بإذن الله. علم راح نوقف هنا، إن شاء الله عجبتكم الحلقة لا تنسوا القناة وحطوا لايك تكفون إذا عجبكم المقطع، وعلموني إذا اللعبة عجبتكم تبغون نكملها ولا لا. سلام.